ما تشوفوش تاني. ايه ده هشام وانت حالتك صعبه كده ليه؟ الجيم من بدايته اصلا مش عاجبني يا ميتو يا دكتور ميتو. Did Vitalis do this? He sacrificed them. He's past the threshold. Go get out of here! Oh, for pity's sake. قال لك امين، قال لك سهل. هو الانكويزيتور ده اللي هينكويزيتور ده اخر بص يا مادة راجل عجيب. هو الواد ابو قرطاس ده. Yes. The rats are here. Then let's go. Stay close to me. امسك الفيران وانا همسك الفيران برضه. كورونيش بلعب هو دلوقتي بس بتفنش. الشابتر اسمه كورونيشن تتويج كراونيشن. ايه ده شدائيات برضه العشوائيات اللي بيقعد يعمل يكون من الف حته يعمل عشوائيات كده. ايش رمضان؟ جمطان ازاي بس يا عم؟ يا عم بص في السكور اللي على الشمال ده بس وانت هتعرف. انت اللي تعيش. ايوه انت مذنب العيال بتوعك على الحيطه ليه كده؟ ابراهيم؟ ابراهيم مذنبه. عرفت ليه؟ عرفت مذنبه؟ تمام لا خلاص واضح. استنى ما يستاهلوش. روز ده فادي على حنبولة لا، روز ده حنبولة لا، حنبولة. There is only one حنبولة. ديله ابو الهنود علمه الادب. عنده امبوستر سيندروم يا عم بيقول لك حنبولة وانا حنبولة. تمام عليك. انت عارف ابو الهنود ان اصلا قبل ما تطلع انت باسم حنبولة ده في واحد معانا في القهوه بنقول له حنبولة من زمان وبيقمص فشخه ما بنقول له حنبولة دي. يعني حنبولة ده عم الشام اللي بعده. ايوه يا عم من قبليها واحنا اصلا اللي كنا قاعدين في مره بنلعب بلاي ستيشن واحد صاحبي بيطلع صوره فطلع صوره حبوله دي فبقول له انا ستيم هو انت ليه لابس حاطط البروفايل بتاعك على لينكد ان ولابس بدله على بيتريق يعني على الصوره اللي طالعه دي قال لا يلا ده فيست فمن ساعتها بقى لبس الكلمه دي. ولا ده راجل 100% ده من ده ابراهيم يالا مجنون يالا يا فرح وكم ده ابراهيم ايه ده ده مش فيش 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 ارقد يالا ارقد يالا ارقد يالا ده مجنون ايه ولا ايه يا معلم ايش رايك يا دكتور يا ابن الناس ده مجنون مقنع الغابه ماتش يا زبانه خراب الله خراب تاني في الشكمان جامد. احنا هنروح نغير بس هو ده بقى ابدا خلاص بص انا الاول اهو بص غير ما هطلع قبل الواد اللي تحت شوف اول ما الهيرو الخامس طب ما اقول لك حاجه ابو الهنود ما تجرب ما تديش الهيرو خمسه تعتبره مش موجود وما تديلوش اصحاب والله ممكن فعلا والله ممكن اعتبره فعلا ما جاش وكمل عادي اسير انا هروح واسي الواد ايوه هو النبوءه بتقول انا هتفشخ بالظبط
تبعدهم بقى عن الحيطة بقى من الورد بقى فاكت حلو بومر فرقة كده بتعمل انا اقصد حلو فشخ انا بومر بخش اموت كده فرقة سويسايدر وزايدر والله كده سويسايدر العم هشام ساكت ليه؟ بيلعب يا عم مركز مع البوت طيب ايه ده هو فين اصلا؟ ايه ده عمرو فين ما بيلعبش معانا اصلا؟ انا هبقى حوش ما دخلتش معايا يا عم يا هش مالك مالك يا هش كومبو هرب ولا ايه؟ اورو ده هش اورو يا 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 عم انت راح تتنطط على العالي يا عم يا ابراهيم يا عم يا ابراهيم يا عم يا عم يا عم يا على رقم من هنا ولا بقى معلش يا خروف يا لهوي ده فاجئ الاول يا نهار ابيض الاول يا تالت بص ده بيلعب في جيم تاني ده مش معانا قصدي من تحت يعني مقصد ابراهيم التاني برضو من تحت هش دكتور هشاء هو ما هيش الزمان هذا ايه 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 انت عملت في الواد بص خدت هوك بعد كده اديته سبير ونلعب بيه الواد لف ال لف ال بابا 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 مش تعمل مش تعمل خليه يضرب دي له حريه دي له حريه غنيه لا فادي يلا انزل يلا فادي جنب الشباك قوم نطلعك هنا الشمس قفلتني يا ميدو معلش يا اسطى ديك عليك بس انت شفتها خلاص في الكلام ده مش حلو يا عم ميدو رمضان يا عم هو بغض النظر ان هو دلوقتي بيحاول يعمل حبه نووي بس برضه انا مرقده ده الحقيقه
كل ما يقابلني عينه لطش له على وشه. شدوا اياه. ايه ده؟ انت مش مذنبهم ليه شدوا اياه ده كويسين؟ والله كده جايز الادب. اقف ورا. اقف ورا حياتك كده. اتفرج اتفرج. واد كده جامد يا شباب. امي ايه ده؟ لسه حالتهم كارب. يا كلهم ورا يا كلهم قدام. انت كمان كده رحت كرميتا كرميتا انت كده رحت رحت فين يا عم؟ انا اكل العجيب ده. دور دور بالترميز يا بابا. كل واحد معدي يا جدعان. ايه ده؟ ايه ده؟ ابراهيم خرج. اهيما مش مشكلة. ايه خرجني الونر اللي حيث بيه. مشكلة. ايه ده؟ هشو؟ هشو ولا ايه؟ هشو عملها ولا ايه؟ يا الونر ايه؟ يا الونر ايه؟ شايف 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 ايه لا ده بيجان ده بيلعب بجد ولا ايه؟ ايه يا عم ايه يا عم؟ ايوه يا ريس يلا يلا هرقيك يلا. ايه رقدك ابو الهنود؟ لا مش انا ماليش دعوه. كنت بلعب نسخه كمل الستات وتعدى كده من الكلام ده ايه؟ والله يعني اصل بص انا كده كده بلعب بالواد دوت في الواد ده يعني ايه مش خساره انت ممكن تبيع وهتبقى زي الفل نفس السعر. وليفل 7 للشريدر وليفل 7 للشريدر يلا وليفل 6 تكليف اوف ايش في ايه انت دخل حرب يا عم ولا ايه؟ ناوي بلا هدف يا ابني. انا مش بنافس على الجيم ده اصلا. انا كل هدفي اطلع مثلا ثالث. يا لحظة يا عم خالص ده مفيش كومبو. كومبو رايح كومبو مش رايح ده كومبو لسه جاي. مستنينه يطلع بس مستنينه يطلع. يعني ماشي انت بتغلطش اميز والله بتقدم بشده. والله انا رايي انت بقى ايه؟ تعالى بقى الهيركس. فانا معاك يا اخي. مصاره يعني. يا لهوي ده طلع التالت اوريدي. ده يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. يا هوك.
جيزي اي حد هيتهك اي هيرو هيتهك هيموت اللي هيتهك كده هو مش هتعب ده اعرف رايش عن رابتشر هو رابتشر بيبقى مسافة ولا بيبقى وفي مسافة ولا ايه؟ تقريبا مسافة انا يعني انا ساعات بطمع ان يجيب حد من ورا يعني عارف انت ماشي هو بيضرب هو ما اختفاش ليه؟ انا ما اعرفش دلوقتي كان موقفهم بشكل غريب اساسا تقريبا يلي هو فادي كمطان يا جدعان فادي كمطان انا بخسر لا بص كمل جبان عشان دول املك يا جباين كام داون وبعدين جيم هارد كده وبعدين انا كنت هتطلع حاجه حلوه اطلع حاجه بص انا مش عايز زي يموت بسرعه او يعني مش عارف ايه ده عميد دلوقتي سافرتك يا نهار ابيض مش فادي يا عم واحد تاني مش فادي مش فارقه يعني فادي الاول مش مشكله يا عم ابو فادي قامت نازل ديسفورد ضربه قدام شويه وهشام سافر دلوقتي ولا ايه؟ اه يا عم يا ابني انا بقول لك انا تالت تبقى مبسوط الجيم ده انت صدقت يعني كده قلت ماشي وصدقت ابو الهنود انت غلبان قوي يا عم تعالى ابو الهنود اطلع بره بقى اطلع بره بقى بدل ما انت صدقت تعالى يا اسطى ليه يا اسطى بس ماتوا لا ماتوا لا ركان ده انت كمطان قوي لا يخفي اهي مشكلة ان هو اصلا اللي فاضل اللي فادي ده هو ده اللي بيخلص الجيم فده لو ما جيش في الهوك لا بره لا هندي انا ارقد يلا بره يلا وانا مش فاهم اللي بيحصل الصراحه انا محتاج الهيل بقى اللي انا بتكمل دز دز يا ماد دز خلصت هو ايه ده اول ما كنت كده بس من هناك على طول طب ما فين مش هيكملوا بعد الكريدت دي ولا ايه يقولي لي اللي هيحصل مش فاهم انا ممكن اختار عليك بقى اللي اتعلم على لايف ستيلر دي ماشي انا اصلا كنت تابعها بصراحه هقول بقى ايه لازم تكعب لازم مش عارف صراحه حاسس بياخد مساعدات خارجيه وهو مش محتاج يعني مش محتاج مساعدات خارجية يعني ليفل 9 9 9 يا نهار ايه ده ايه يا خاطر اتفق معايا الاسحار اللي عايزها مش بتيجي له خالص مش بتجي له خالص يا عم انا مش معايا ولا حاجه الله يسترك الله يسترك يا ابني يعني خرجك ابراهيم وبتشجعه حاجه يعني هو اتفرج لا هو بص جاي لاعب مين طيب خرجني حاجة يعني حطيت لي وقت كده بموته كده في السخان عشان معوش اطفال يا لهوي خافش ما تخافش اللي معاه واللي معاه استنى شويه نشد خش 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 يا لهوي خش 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 عشان هجيبك خش ماشي ده حلو ده قوي انت كمطان ده هيشدوه انت ما تديله هو الالتي ينفع؟ هيبقى معانا؟ تصدق بس مش عارف يبقى معانا لا تقريبا ما هوش معانا لا بلاش مش هيبقى معانا 90 250 310 لا يا عم بقى معانا طب قربوا من شين بقى عشان فاهم ايه هتلاقي حاجات بتتنطط كده على عيال تقلقهم يعني حاولت تخلي شين يعمل قلتي على الشباب اللي جالك ده على فكره الكومبو ده كافي ان هو يا مسحل يا مسحل مش كده ابو فادي معاه واد ورا اهو هو الواد اللي ورا ده الله وطوله بس اطوله بالهوك بس هاتوا يلا راح فين؟ ماشي فيش خلاص يا عم فادي خرجني يا عم مبسوط انت كده فادي بقى مبسوط بخط السيبنا خرج لك ميدو على وش فادي برافو عليك هذا فادي مركز التاب بقى ده يلا يلا مش مشكلة كان التارجت ده كان التارجت كان سليم بس يلا جت سليم طيب مين بعد الجيم ده؟ أنا قاعد تراوي طيب مش عارف زي ما انتوا عايزين بقى The problem is a kid and his sister are wanted around here.
But we just don't want any trouble here, you understand? I can see very well. Hugo, we have to go. What the fuck? Come on. Hey Hugo. الراجل فادي بقى ما تخنقناش يا عم ما تطولش بقى يا عم بقى ايه ده فادي ايه ده ايه ده اللي حصل ده فادي هيكس ولا فادي بس خلاص كسبت خلاص 1 2 3 All right. You won. Yes, 20 apples. We made it, Lucas. Do you have everything? St. John's wort, the hawthorn, all of it. Let's go. Good. Amicia? Yes? Why are they looking at me like that? Hesham left. Me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she had other things to do. شكرا ابو فادي ان انت جمعته. That's not true. But it doesn't matter. برافو عليك ابو فادي كده تموت اسرع الصراحه. Is she going to sleep much longer? برافو عليك ابو فادي. حلو اللي انت عملته ده. The herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. فادي ما يحب يجاوب. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? Yes, look like a big fat fly. A fly? ده هيقعد يهير من البتاعة دي. بعد كده تحفور. الله 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 الله. فادي. حركش. تخرجش ابو فادي متخرجش انت عملت هيل جامد فادي تكسب ولا ايه ولا ايه ده لا هيكسب خلاص يا عم لسه الواد اللي بيعمل دامج عنده لسه عايش الاثنين اللي بيعملوا دامج لسه عايش هيكسب سمعت الاثنين اللي بيعملوا دامج لسه عايشين يبقى هيكسب هل هو